هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير الهريسة أو النمورة. أول شي المكونات، بدنا 4 أكواب من السميد، 2 كوبايات من اللبن، 2 كوبايات من السكر، 2 كبار معالق من السمنة، 1 كبيرة معلقة بيكنج باودر، 1/2 معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، وكمان بدنا لوز للتزيين بس ما كتير مهمين. وهلا حنبلش. حطينا هون رحنا السميد، وهلا حطينا السمنة، وهلا بلشنا نحركهم ودعكناهم بإيدنا كتير منيح عشان ينخلط السمنة مع السميد. وهلأ مثل ما شايفين صار عنا المزيج مثل رمل البحر، فرحنا حنوقف تحريك وحنضيف السكر. وهلأ ضفنا البيكنج باودر، بعدين بيكربونات الصوديوم. وهلأ صار وقت نضيف اللبن، وهلأ بدنا نرجع نحركهم وندعكهم بإيدينا لحتى كل المكونات يندمجوا مع بعض، وهيك منغطيها ومنتركها لمدة 4 ساعات لحتى تتخمر منيح. وهلأ هون عنا المزيج بعد 4 ساعات بيكون جاهز. وبعدين رحنا جبنا هلأ صينية ودهنناها بسمنة، وكتير منيح لازم تدهنوها عشان ما تلزق معكن، بتتركوها بالبراد لمدة 5 دقايق، بعدين تحطوا المزيج بقلبها. وكمان لازم يطلع معكن المزيج هيك يشكل طبقة رفيعة عشان يطلع مثل المحلات، يعني اذا طلع سميك احطوه بصينية تانية. وبعدين احنا هون حطينا كيس نايلون عشان عنا السطح تعولة للهريسة يطلع جالس ومالس مثل ما شايفين بالفيديو. واخر شي زيناها بشوية لوز مثل ما شايفين بالفيديو، وهو مش ضروري تتقيدوا كيف رحنا زيناها، فيكن انتو شو ما بدكن تزينوها وبأي شكل بدكن ياه. وهلا صار وقت نحطها بالفرن لمدة 1/2 ساعة، وكمان ما تنسوا انه لازم نحمل الفرن قبل ب10 دقايق على درجة 180، وبعدين لما الهريسة تستوي من تحت ومن الاطراف بنقسمها بهيدا الشكل او باي شكل بدكن اياه، وبعد ما نقصها بنحطها بالفرن لمدة 5 دقايق من فوق لحتى تستوي. وهلا المكونات لتحضير القطر، بدنا 2 كوبايات من السكر و2 كوبايات مي وعصرة حامضة او معلقة كبيرة. واذا بدكن تساووا قطر تقيل لازم يكون السكر اكتر من المي. منضيف السكر، منضيف المي، وبعدين منحركن كتير منيح ومننطر لحتى يذوب السكر. وهلأ وقتا يغلو منضيف عصرة الحامض، بعدين منتركن وهنن هيك عم يغلو لمدة 5 أو 10 دقايق. وهيك بيكون القطر جاهز. وهلأ وقتها تكون سخنة، وكمان وقتها يكون القطر سخن دغري منسقيها للهريسة. وكمان انتو فيكن تزيدوا بعد قطر او كمان تزيدوا عيارات القطر
حسب نوعية السميد اللي انتو مستخدمينه. وبعدين بنحطها بقلب البراد لحتى تبرد. وهيك بيكون عنا الفيديو خلص لليوم. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. See you on the next video. Bye.